حبايبي، فكرة الفيديو اليوم هي كيف نعمل الكراميل فربتشينو. كراميل فربتشينو يعني قهوة مع كراميل مع كريمة، اشي كثير واو. خلينا ندخل على المقادير مع بعض. هلو ايفريبادي، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. انا البارتندر بشار محفوظ، رجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي، قبل ما نبدا فكره الفيديو اليوم لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. حبايبي لا تتصفنوا فيي هيك. قبل ما ابلش هلا الفيديو كيف اعمل الطريقه ولا احكي لكم شو هو الفيديو وتكملوا الفيديو، هسا اشترك بالقناه، هسا بزر تحت اسمه هيك لونه احمر مكتوب عليه سبسكرايب او بالعربي اشتراك، وجنبه جرس، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار لما انزل فيديو جديد. حبايبي انا تقريبا 40% من المشاهدين اللي عندي على القناه هم مش مشتركين بالقناه، فرجاء اشتركوا بالقناه لانه انا لازم نوصل هلا 1000 مشترك. بعد ال 1000 مشترك بتصير تتزايد وبصير كثير ناس تشوفنا. خلينا نكمل الفيديو. حبايبي فكره الفيديو اليوم هي كيف نعمل الكراميل فربتشينو. كراميل فربتشينو يعني قهوة مع كراميل مع كريمة، اشي كثير واو. خلينا ندخل على المقادير مع بعض. مقاديرنا هي فانيلا ايس كريم، كراميل، نسكافيه. طبعا بيختلف عندنا الكراميل الفربتشينو بشكل عام بين النسكافيه والاسبريسو. نقدر نعمل بالاسبريسو، هو الاساس يكون بالاسبريسو، لكن احنا اليوم بنعمله بالنسكافيه لانه مع الاسبريسو. تمام، فانيلا ايس كريم، اسبريسو، كراميل، حليب، ويب كريم وثلج. بس هلا راح احط لكم المقادير هون راح تعرفوا بالضبط قديش. اوكي خلينا نبدا مع بعض. نجيب البلندر، بنحط لنا 3 سكوبات فانيلا ايس كريم بالشكل هذا، نسكافيه نحتاج من معلقتين لثلاث. اوكي كراميل، طيب ممكن تسالني طب منين نجيب كراميل سيرب؟ اوكي حبيبي بقدر اقول لك، اي سوبر ماركت ممكن تلاقي كراميل سيرب، تجيب من عندهم الكراميل سيرب. والنسكافيه انتم عارفين من وين، والفانيلا ايس كريم برضو عارفين من وين، تسالوش كثير. اوكي حطينا الكراميل، نحط زي هيك بالشكل هذا، بس كان ناخذ نكهه. تمام، وبنحط نص كاسه حليب. اوكي حط لنا هيك ابو 3-4 ثلجات مع بعض، خلص كفي. نحطهم في البلندر بالشكل هذا وبنضرب. وهيك يا حبايبي بكون الكراميل جاهز، كراميل فربتشينو. طبعا في شيء كثير مهم، شو هو؟ الجارنش. كيف نعمل جارنش؟ بنجيب الكراميل سيرب بالشكل هذا، بنحط لنا شويه هيك على الكاسه على الصحن هيك على جنب، بنجيب كاستنا وبنلف الكاسه طرفها بالشكل هذا. اوكي بنجيب لنا شويه هون ايش سنكافيل، بنعمل بالطريقه هاي. تمام، بنجيب اخونا كراميل برضو نفس الاشي، بنحط الكاسه بالشكل هذا. تمام، نجيب الفربتشينو هكذا، نصب بالكاسة بالشكل هذا. طبعا نترك مسافة شوي عشان ايش؟ عشان الكريمة 100%. صار جاهز. وهسا اصدقائي حلوين بنجيب ايش؟ الكريمة، الويب كريم. وين نجيب الويب كريم؟ السوبر ماركت. في سبراي وفي الويب كريم العادية، اوكي اللي بتجي سائلة او بودر، تقدر تضربها وتخفقها وتصير معك مخفوقة جاهزة بالشكل هذا. والكيس تشتري من عند ادوات منزلية. اوكي نحط الويب كريم بالشكل هذا. بعد هيك شو بنعمل؟ نجيب اخونا كراميل برضه. طلع قديش حطينا في الكراميل، شوفوا قديش احنا حطينا كراميل بس. اوكي ونعمل اخونا كراميل بالشكل هذا، بس
كفي. نجيب اخونا نسكافيه هيك هيك رشه رشه خفيفه هيك طلع بيدك. يا سلام اشي من الاخر. وهيك حبايبي بيكون الكرم الفربتشينو صار جاهز. اشي اشي كثير واو، جربوه في البيت لانه كثير زاكي. اصدقائي قبل ما ننهي الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات، والأهم من هيك انك تشير الفيديو عندك لاصحابك انهم يشتركوا بالقناة ويشوفوا طريقة عمل كرم الفربتشينو اللي بنشتريه بسعر كتير غالي، لكن علمتك الطريقة اللي كتير سهلة اللي هي اقل من ربع سعره في المحلات برا. وثانك يو.